طلب من 450 ألف شخص رأوا أن أقدم ترشحي أو أن أقرر في مكانهم ما ينبغي عليهم القيام به. سيكون عليهم إذن أن يعبروا عن أصواتهم والنتائج سوف يتم إعلانها رسميا. بلدي الجميل وأمتي الجميلة وأنتم جميعا يمكننا أن نكون فخورين بما قمنا به وحققناه. نحن قوة واعية ومتحمسة. أنا أدعوكم إلى أن تظلوا موحدين ومجتمعين ومتحركين وأن تشكلوا حركة تواجه التحديات التي أشرنا إليها ولم نخفي أي من الصعوبات التي تحف بها. هذه التحديات تظل قائمة ومن يدعون اليوم أنهم أظهروا قدرتهم على التفكير في حلها فإن مستقبلهم والأيام القادمة ستظل مسألة شخصيات وضمائر. أنتم جميعا أيها الناس، الأمة المحببة إلى قلبي، أنتم بمثابة الصباح الذي بزغت شمسه، أوفياء للجمهورية ولقيمها. تحيا الجمهورية، تحيا فرنسا.